أهلا بكم إلى موجز الأخبار مباشرة من قناة السابعة. أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح خلال زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الثالثة ببشار اليوم أنه في الأشهر السبعة الأخيرة التي خرج فيها الشعب للتعبير عن مطالبه الشرعية بكل سلمية لم يجد من يقف إلى جانبه ويسانده ويحميه. وقال الفريق قايد صالح: نؤكد أنه لا طموحات سياسية لقيادتنا سوى خدمة الجزائر وشعبها. وتأكدت مواقفنا بعد تنصيب السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات التي شرعت في التحضير الفعلي لهذا الاستحقاق. كشف علي ذراع المكلف بالإعلام على مستوى الهيئة المستقلة للانتخابات أن 50 راغبا في الترشح سحبوا استمارة التوقيع لحد الساعة، مضيفا أنه من بين الراغبين في الترشح تتواجد نساء يرغبن في رئاسة الجمهورية. وأضاف ذراع أن هناك بلديات لم تنطلق فيهم المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على غرار ولاية البويرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.